السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكر. بهذا الفيديو إن شاء الله ننقل كلام دكتور قطري، نعم دكتور قطري، وهو يتحدث عن الأسباب التي جعلت الناس تتشيع لنور محمد وآل محمد. أقول بهذا الخصوص: الشيعة يدافعون عن المظلوم، الشيعي يدافعون عن المظلوم، الشيعي والسني. لا يدافع الشيعي عن السن عن الشيعي فقط، بل يدافع عن السني أيضا. الشيعي يدافع عن المقدسات، الشيعي يقف ضد الظالم وإن كان شخص يمتلك أعلى وأقوى الإمكانيات، الشيعي يقف ضده. هذا المنهج وهذا المنهج الذي ينتمي إليه الشيعي بالتأكيد هو منهج قائم على تعاليم أهل البيت عليهم السلام. لذلك الطرف الآخر الذي يبحث عن هكذا تعاليم يجدها عند الشيعة بالتأكيد سيتشيع ويصبح منهم. لنستمع إلى تمام كلام الدكتور القطري ولنا تعقيب. الصلاة على محمد وآل محمد. يعطيكم العافية. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هناك توجه مجتمعات سنية ذاهبة للتشيع حقيقة، فتوصلني دراسات وتوصلني أعداد فعلا تشيعوا، ولأسباب بسيطة يعني ظاهرة بالعيان. من يدافع عن المقدسات الإسلامية هم الشيعة، من يدافع عن السنة هم الشيعة، من يدافع عن فلسطين هم الشيعة. الشيعة ما يكفرون حد، هناك فئة وملة تكفر الآخرين، تكفر السني وتكفر الشيعي وتكفر كل ملة. وإذا بتجي بتفكر في ملتهم لا تجد لهم مقر ومكان في الكتب الدينية على الإطلاق. أنا أعتقد هؤلاء ملتهم الشيطان والإلحاد وليس لهم ديانة، مثل ما ظهر علينا مؤخرا نتنياهو وقال سننتصر عليكم حتى لو كان الله معاكم. هذا الإجرام وهذا التجرد وهذا التجرؤ على خالق الكون. يعني خرج فرعون قال أنا ربكم الأعلى. هناك بعض الأنظمة العربية تعتقد أن الحاكم فيها إله منزه، يقتل يجرم يقطع يعمل ما بداله، ها إله. يعني حتى الشعوب للأسف الشعوب العربية هي السبب في إلهة هؤلاء. شوف الرئيس الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا أي رئيس دولة أجنبية، هذا يعني حذاء يتوسخ ولا يقف على سجاد أحمر ولا أخضر ولا أزرق، ها؟ ولا يمشي عادي، يأكل عادي، ها؟ يأكل من صناعة بلاده وواردات ويلبس من صناعة بلاده، الكراسي والأثاث والمكتب والمنزل والهذا. قيمة مجلس عند بعض الأنظمة، قيمة مجلس. الإيراني يعتز، يعني أنا رحت إيران من فترة حاطين العلم الأمريكي على الأرض، الصناعات المحلية هي اللي سائدة بالسوق، لا يوجد صناعات أمريكية. فالاعتزاز بالصناعة وبالتقاليد وبالتراث وبالهوية وبالثقافة هذا شيء جيد، يجعل حتى الأجنبي يحترمك. لكن لما يشوفك أنت منعدم، مجرد انك عندك مال وتبعثره يسار ويمين وتصرف على هذا وتصرف على ذاك وتجيب المغنيات الانجليزيات، خزانة مفتوحة، إله يفعل ما يشاء في بلده في وطنه. هذا حقيقة، لأن عدم وجود المساءلة والمحاسبة والمراقبة. يعني الانجليز والأوروبيين عندهم مراقبة، رقابة مالية، متابعة، محاسبة، تلك الأشياء لا توجد عند بعض الدول العربية حقيقة. نتمنى السلامة، وهم أكرر أن إيران جارة وإيران
أخ جغرافي، وإيران دولة مسلمة، وإيران تسعى لخدمة الإسلام والمسلمين، وإيران تنصر المسلمين وتنصر السنة وتنصر الشيعة، إيران دولة ما زالت تحت الحصار، فلا نتوقع منها الكثير. يعني من يطالبون إيران أنها تعلن وتشن الحرب على العالم كله، يعني حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. إيران احنا نشوفها ونشوف الإعلام ونشوف ان إيران دولة عظيمة، عظيمة بأخلاقها، عظيمة بمجتمعها. كثيرين من الناس يعني دعوا علي واني انا إيراني، لا لا لا، انا لا اخذ الامور، انا لو إيراني ما تكلمت عن إيران، ولو لي صلة بسيطة بإيران ما تكلمت، خوفا عشان ما يقولون عني إيراني. واثق. حياكم الله من جديد إخواني أخواتي، مثل ما أستمعنا لتمام هذا الكلام أقول بختام هذا الفيديو، دائما ما يحذرون مشايخ السلفية والوهابية وأصحاب يعني الأموال يخافون على تجارتهم، لذلك نشاهدهم دائما يخرجون احذروا الشيعة المد الشيعي، احذروا الشيعة المد الشيعي، احذروا الشيعة. لماذا؟ لأن الناس تبحث عن هذه القيم، القيم العظيمة، القيم الإنسانية الإسلامية تطبق أو موجودة عند الشيعة، فالناس تبحث في التشيع، لذلك هم يحذرون بأنه يقطعون هذا الطريق من الأصل، بأن الشيعة أخوان يهود، الشيعة أخوان نصارى، الشيعة أخطر من اليهود والنصارى ومن هذا الكلام. لذلك أقول بختام هذا الفيديو، لن تحجب الشمس بغربال، الناس رأت الحقيقة والناس عرفت مع من تقف وإلى من تنتمي. تقبلوا تحياتي بختام الفيديو وفي أمان الله.